برنامج نديوان يتماشى مع جميع الأعمار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نصلي وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم في هذا الشهر الفضيل. لا شك أن من خلال رمضان، من أول يوم إلى المنتصف من رمضان، نحن نؤكد بأن رمضان ترى أيامه معدودة. يعني اللي كان يعتقد بأن رمضان توه، لا، شوف الحين ما شاء الله وصلنا في المنتصف، وأيضا المنتصف ما راح تشوفون إلا رمضان يمر علينا سريعا. فنسأل الله العظيم القبول والطاعة في هذا الشهر. العبادات كثيرة، وإحنا نحرص دائما في ديوان إثراء على أهمية تقديم المواضيع المناسبة في رمضان. تكلمنا في شكل كثير عن صلة الرحم، تكلمنا أيضا عن بر الوالدين، تكلمنا عن استقبال رمضان، كل هذا وأكثر ترى لخدمتكم، وإن شاء الله نقدم رسائل إيجابية نثري فيها المجتمع. بداية خلونا نرحب بضيوف الكرام، الشيخ حسين العيدي. أبو عبد الله حياك الله، وأنا سعيد في هذا اللقاء. حياك الله دكتور، يا هلا ومرحبا فيك، الله يسلمك. أنا تسمح لي بعطيك لقب، الله يطول، يسميك عمدة الديوان. الله يطول اي والله تستاهل، ولا يعني اخواني اعلم مني وافقه مني كثيرا، الله يجزاك، ما انا الا يعني عود من عرض حزمه. الله يجزاك دكتور عبد الله بغيث، امام خطيب وزارة الاوقاف، يا هلا مرحبا فيكم مساعد. حياكم الله ورحب باخوان المشاهدين واخواتكم. الحمد لله على سلامتكم، الله يسلمك. احنا دائما نشتاق لك ترى، الله تشتاق لك العافيه. جزاك الله خير، بارك الله فيك. المستشار التربوي الشيخ بصالح عبد الله المسبح، حياك الله، واحنا سعداء في هذا اللقاء. حياك الله دكتور، وانا سعيد بلقائك، وكذلك اخوي ابو عبد الله والدكتور عبد الله. جزاك الله. اذا مشاهدينا الكرام، خلونا ناخذ هذا الفاصل القصير، وبعدها راح تنطلع حلقتنا تحت عنوان منتصف شهر رمضان. شهر رمضان شهر العباده، وطول الاجتهاد في رمضان كثيره جدا. احنا ممكن طبعا في شهر رمضان تكسر الطاعات، الصلاه في المسجد، صلاه التراويح، قراءة القرآن، الاكثار بالصدقات والتقرب من إلى الله عن طريق الإحسان كتير يعني. والله على ما قالوا بالطاعات زيادة، نزيد ما نكثف على طول تكثيف، على ما قالوا حبة حبة لين تدخل بالعبادات كاملة. أما تتكثف على طول من نص رمضان خلاص تبلش ما فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، شو مبارك عليكم الشهر، نحافظ بقراءة القرآن، الذهاب للمساجد، ونعلم عيالنا بعد نفس الشيء، خدمة القرآن فرصة هذه برمضان أن نختم القرآن بعد، قريبا يعني الشغلات هذه إن شاء الله. أول شهر رمضان من أحلى وأروع الشهور. أولا المحافظة على الصلوات أولا بأول، وهذا يأتي من بعد النوم الصحيح. الواحد إذا نام مثلا الفترة المسائية من بعد الساعة 10 إلى قبل الفجر، وإذا طبعا لأهل الدوامات عرفت. أما بالنسبة للعاطلين ينتظر حتى صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر ينام. وطبعا قراءة القرآن وكثرة الأذكار، فهذا الإنسان يكون خلاص يعني قلبه معلق بالله، والصيام يكون عنده بشكل يعني طيب. وإيه من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، يا هلا مرحبا فيكم، تقبل الله طاعتكم وكل عام وانتم بخير. عنوان حلقتنا تكلم فيها عن منتصف شهر رمضان. بداية مساكم الله بالخير، يا هلا، تقبل الله طاعتكم وكل عام وانتم بخير. انتم بخير بخير أبو عبد الله، يا هلا مرحبا فيك. هلا فيك، ويا هلا، مشتاقين لك، طول الساعة مباركة. وأنا آسف على إني تأخرت عليكم كثيرا. أي نعم. لكن لظروف والله مسموح. لا بالعكس، احنا يعني دائما، ولكن نأكل. البركة في أخوي أبو صالح يعني هالرجل هالعلم، والدكتور عبد الله أنا أسعد دائما والله، حتى متابع لبرامجهم لما يقدمونها. الله يبارك فيك. وأنت يا المتألق. الله يجزاك خير. يا الغالي دكتور. والله الذي لا إله إلا هو، أقولها صدقا وليست رياء. الله يجزاك. أنت تضيف كثيرا لهذه البرامج الطيبة بإذن الله، وأنا هذه الشهادة أعتز فيها. الله يطول بعمرك. دائما أقول دائما لجمهورنا بأن ضيوفنا دائما هم متفضلين علينا. الله يعني أنتم متفضلين علينا في هذا الحضور، والله يقويكم يعطيكم العافية. وإحنا نأكد دائما بأن رسالنا إيجابية وهدفنا توعوي في هذا البرنامج. بداية أبو عبد الله، لا شك أن الآن إحنا واصلين إلى منتصف شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن الزمان كما ورد في كثير من الأحاديث بأن الزمان سيأتي زمان يكون فيه العام كالشهر،
والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كما يحترق فسيل النخل. شفت اليريدة، يريدة النخل اليابسة اللي شربت الأشيار هذه، لو ولعت فيها النار شو تصير؟ تقول فوف. فهذه يومنا. طيب احنا نقول انقضى 15 يوم من رمضان، نعم، وبقى 15 يوم من رمضان. من لم يدرك 15 الأولى أقول له رسالة من القلب إلى القلب، أقول له يا ولدي، يا بنتي، يا أخوي، يا أختي، يا أمي، يا أبوي، من يشاهد هذا البرنامج، أدرك ما تبقى من رمضان، ألجم فكيك واطلق يديك، ألجم فكيك واطلق يديك. هذه الحين بنفسرها، أقول له اللي راح اعتبره ما مر عليك، واعتبر أن الله عز وجل سيضاعف لك الأجر في 15 الأولى التي تهاونت فيها في 15 الثانية. احنا بعد 5 أيام سندخل على 4 ليالي أو 5 ليالي بالضبط، سندخل على 10 الأواخر، والعشر الأواخر كثير من الناس يقولون بأن الله يعتق فيها من الرقاب. أنا أقول له لا، هذه المقولة خطأ، وهذا لم يرد فيه حديث، ولكن الله عز وجل في كل يوم من رمضان يعتق ما شاء الله من الخلق من النار ويعفو عنهم، والله عز وجل يقبل التوبة من عبده. فما بالك برب كريم وفي رمضان الله عز وجل يكون أقرب للبشر في كل ليلة، ولكن في رمضان يضاعف ذلك. الدليل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتفطر قدماه في رمضان من القيام، وتسألهم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها صديقة بنت الصديق، فيقول أفألا أكون عبدا شكورا، أفألا أكون عبدا شكورا، أكون عبد شكور لله عز وجل، وقد يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طيب إذا كان هذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وضع آل بيته، وضع أمهات المؤمنين والصحابة معه، كلهم أجمعوا بأنهم في رمضان يكون لهم دوي بالليل كدوي النحل، ويكونون قائمين في النهار حتى يستشعروا رمضان. أنا أقول حق ولدي وحق بنتي، لا تنام في النهار في رمضان يا ولدي، قسم وقتك يا بنيتي، قسم وقتك يا راعية البيت، قسمي وقتك. في مجال نام، نعم في مجال نام، في مجال أن نصلي، في مجال أن نصلي، في مجال، لأن البدن لبدنك عليك حق. زين طيب أنا إذا اجتهدت في السهر ونمت في النهار وقمت في الليل، أضعت لذة الصيام، لذة العطش، لذة الجوع، هذه جوارح تتحرك في الصيام. طيب كيف أستشعرها إذا أنا أول 15 من رمضان قضيتها في النوم، وأقعد قبل الفطور بشوي، وأجمع الظهر والعصر، ويت لا. بعدين في شغلة دكتور، والدكتور عبد الله وبصالح، إحنا عندنا مشكلة في رمضان في 15 يوم الأولى، الناس عندها فائض من الطعام لدرجة عجيبة، ومسكينها مسكينها الطفل اللي حاطه ببطنك داخل. أنت عندك معدة، هذه أنا مثلها مثل الطفل، الطفل اللي جيت تقعده من النوم أنت تلاعبه وتناغيه وتقعده شوي شوي معدل عشان يقوم من النوم ما يستعسر. زين هذه المعدة طفل، ربعنا الله عز وجل، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن تفتح ريجك تمرة، نعم، شوية لبن، بعدين تقوم تصلي المغرب، بعدين ترجع تأكل أكل لطيف خفيف، شوية شوربة، شوية شغلات من هالأنعام اللي الله عطاك إياها، ثم تذهب إلى صلاة التراويح، جسمك خفيف، عندك طاقة. هذا الياهل لبطنك أول ما تحط، إحنا نقول التشريب، وحطوا له المرقوق هالأيام برد شوي، وحطوا له هالمرقوق، وحطوا له هالأنعام عدل، هذه يسمونها بخمات، كنا قاعد يطق الياهل طراقات، قاعد منه أكو حي قاعد ياهل طراقات، فهذه المعدة تصيح. زين طيب أنا الحين أنا أقول لهم حتى اللي ما أدرك الحين لازم تدرك، خلاص أنت الآن جسمك تعود 15 يوم، تعودت على الصيام. زين الحين خلي النقلة الثانية، أنا أتكلم على اللي لم يمشي على برنامج، الحين عندك استطاعة، جسمك تأقلم، عرفت شلون تصوم، عرفت ان قدراتك شلون صايره، قسم حياتك للقران. لمن لم يقرا القران، دائما انا اقول من اول رمضان لاخر رمضان اجعل لك قراءتين للقران، قراءه سريعه وقراءه تدبر. القراءه السريعه بانك انت تختم في رمضان، ومو انت مطالب انك تختم رمضان اكثر من ختمه،
ولا تقرأ القرآن كأنك قاعد تقرأ جريدة، لا استشعر القرآن. وقراءة تدبر في المصاحف عندنا، تفتح المصحف في حاشية لمعنى الآية، طيب اقرأ الآية واستشعرها في قلبك وخليها تدش على عقلك وتفتر داخل وقرأ المعنى. ثق بالله ستجد لذة في القرآن وحلاوة ما استشعرتها قبل، لأنك أنت الحين دائما دكتور إذا قرأت شيء وفهمته تستشعره، وإذا قرأت شيء ما فهمته ما عندك مشاعرك ما راح تتحكر تتحرك معه. طيب إحنا نقول لهم الآن أقبلنا على 15 الباقية من رمضان، ممكن تكون 14 يوم، لا. الله العالم، يمكن رمضان يكون 29 يوم، ما تعلم. زين طيب هذه الأيام شقول شنو أوصي فيها أنا؟ أوصي بالآتي نقاط بسيطة جدا. لجم هالفكين لأن هذول اللي يوردونك النار، إما من طعام فلا تكثر الطعام، وإما من غيبة ونميمة فلا تكثر الغيبة والنميمة ولا تتكلم فيها، واجعل فكيك ينطقون بالقرآن ويقرؤون القرآن، ثم الجمه، واطلق يديك في الطاعة. في إيش؟ في الصدقات. الأيام إحنا الصدقة مضاعفة، في الزكاة لمن استطاع أن يزكي، من عنده وصل النصاب عنده دار عليه الحول، الحق في الأيام هذه تصدق، اخرج زكاتك لا تأجلها، لا تعلم متى ملك الموت يقبض روحك وتبقى بعدك لمن هو يرثك وربما لا يخرجها. فأنت الآن مدام في الحياة اخرج زكاة أموالك، في ناس محتاجين في الكويت، ناس محتاجين في الدول العربية، ناس محتاجين. الأقرب الأقرب ثم الأقرب. الله عز وجل يوصي في القرآن الوالدين، بعدين ذوي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل ورجال الجنب والجار ذو القربة والصاحب بالجنب وابن السبيل. قرآن يتلى، فحدد لك من لهم الزكاة، من تصل لهم الزكاة. فأنت لا تبخل، طالع النطاق العائلي، أبنائك لا يعطون من الزكاة، زوجتك ما تعطى من الزكاة، أمك وأبوك لا يعطون من الزكاة. لماذا؟ في كثير من الناس يمكن هذه ما مرت عليه الدكتور شيخ مصالح الدكتور عبد الله، لأنها أوساخ المال. صح. فكيف تعطي أوساخ المال لأهل بيتك وهي أوساخ مال، تعتبر أوساخ من المال، هذه طهرة للمال. فالزكاة طهرة للمال. فنقول لهم يا جماعة الخير لا تعطيها، ومثل ما أنت ذكرت في الحلقات السابقة تكلمنا عن بر الوالدين كثيرا، وصلة الرحم، وصلة الرحم معلقة في العرش، تقول اللهم اقطع من قطعني واصل من وصلني وسامحني على الإطار. لا بالعكس احنا استفدنا والله منك بعد. الله يجزاك خير. الله يحفظك ومساعة تقبل لطاعتك. الله يتقبل وانت بخير. حيث انتهى ابو عبد الله نعم. لما قال اقلق فكيك واطلق نعم. يديك نعم. اعتقد انه شعار حيل حلو في رمضان. اكيد اكيد. تفضل يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء أشكر التلفزيون الكويت ممثل بقناة إثراء وهذا البرنامج الرائع برنامج ديوان إثراء، وأشكرك شخصيا بصباح فريق الإعداد وفريق الإخراج على هذه الاستضافة وعلى إتاحة الفرصة لي بالحديث بمثل هذا الموضوع، خصوصا وأننا انتصفنا شهر رمضان المبارك، يعني مضى منه النصف ولم يبقى إلا النصف، بل من هذا النصف المتبقي أعز ثلث وهو العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك. وأنا سعيد بوجودي مع هذين الجبلين اللي هما الشيخ سليمان وكذلك الشيخ بصالح الشيخ عبد الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يعني مثل ما ذكرت دكتور سالم، يعني أغلق فكيك وأطلق يديك، يعني يعني اللسان يعني يورد الموارد، وهذا ما أخبر به يعني خليفة المسلمين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد ثبت في موطأ الإمام مالك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أبو بكر الصديق خليفة المسلمين يمسك يمسك بلسانه، فقال لما تفعل هذا يا خليفة المسلمين؟ فقال له هذا يعني اللسان الذي أوردني الموارد، يعني أتى بي إلى المهالك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في سنن الترمذي وجامعة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن عدة وصايا وتوجيهات عن الإسلام وعن يعني الفرائض والسنن، في آخر الكلام
ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا أدلك بملاك الأمر كله؟ فقال بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قال أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فبصبحت يعني اللسان هو بداية الشرارة، يعني كثير من الفتن وكثير يعني من الخلافات، يعني سواء كانت خلافات عائلية أو شخصية أو ترى مبدأها من اللسان، بدايتها كلمة، وحتى الفتن وحتى يعني بعض النزاعات تكون بدايتها شنو؟ كلمة. كلمة هي يعني إما هي خير وإما هي شر. إذا كانت خير ممكن يكون فيها تطيب للخواطر، ممكن يكون فيها تصليح لمثلا وتصالح عن هالخلافات هذه، وقد تكون العكس، تكون بداية شرارة وبداية خلافات. وكذلك الأمر الثاني أطلق يديك، يعني لا شك أن الصدقة يعني الله حث عليها في كتاب الكريم، وكذلك حث عليها نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت من المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول، وكذلك كثير من الصحابة، كان أن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فيعني في مر رمضان لأنه هو شرف الزمان، وإذا كان يعني معتمر يعني عمره في رمضان شرف المكان، فجمع أمرين، شرف الزمان وشرف المكان. فالصدقة هذه راح تضاعف لأن نال فيها شرف الزمان ونال فيها شرف المكان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إذا كانت بعد كذلك صدقة السر، فإن صدقة السر تطفئ غضب الرب وتمنع من تدسه. أحيانا يكون الواحد مثلا عنده مثلا أمور والله سبحانه وتعالى أغلقها له لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فشنو اللي يفتح هالأمور؟ ترى الصدقة. فما تدري ممكن حتى لو شيء بسيط، يعني ربع دينار، نص دينار، دينار، تدفع تبتغي بذلك وجه الله، الله يفتح لك بيبان انت ما تتوقع ان الله يفتحها، لان الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فصدقة السر اول شيء تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى، وكذلك الله يفتح لك بيبان ما كانت تنفتح من قبل. ويكفي من ذلك ان هذا اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس واجود ما يكون في رمضان. وهم بعد يعني كثرة الجود وكثرة الانفاق تخفي العيوب، ولذلك يعني كلنا يعني فينا عيوب وفينا نواقص وفينا مساوئ، فشن اللي الله يخلي هالعيوب ويستر هالعيوب ويستر هالنواقص ويستر هالمثالب؟ ترى انفاقك وجودك وهالصدقة هذه. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله كثرة الانفاق تخفي العيوب، أو كثرة الكرم يخفي العيوب. فأحيانا الواحد يعني ما يبي الناس يعرفون إنه في اللي في اللي حلة في أمور، يعني ما يبي يطلع عليها الناس، فشن اللي يخفي عليه؟ كثرة الصدقة وكثرة العطاء. فيعني نحرص إخوان المشاهدين وأخواتي المشاهدات وإحنا مع منتصف هذا الشهر المبارك أن نسكر لساننا وما ننطق إلا بالخير، ونفرد إيدنا بالخير، لأن اللي راح نفرده راح يعود علينا بالخير. أكرمت بهذا الحديث. الله يبارك فيك. والله هذا من الكرم منك والله. الله يبارك فيك. جزاك الله العين ما تعلى على الحق. الله يطول عمرك. هذه شهادة كبيرة. لا لا بالعكس. لا لا عبد الله عزيز غالي. بسيط جدا، وعندي علم اليقين بأن هذه المعلومة عند الدكتور، ولكن استرساله في الحديث جعلنا متشوقين، ودنا نسمع وما ودنا واحد يقاطع ولا ود احد يبي يسمع من عنده زياده. والله العظيم تقبل الله طاعتك ابو صالح، حياك الله من جديد. الله يحييك دكتور وينور. اللي استفدنا من الاخوه الله يجزاهم خير كبدايه مقدمه، اعطونا مقدمات عامه، ولكن انا اخذت منهم ملاحظتين. اولا اللسان، ثانيا الصدقات. يعني كان في توجه خاص عن الامرين هذول، فاحنا ان شاء الله راح نتكلم اذا كانت هناك عباده اخرى نشحذ فيها الهمه ما بعد الخمستاش الأخرى من رمضان، راح نأخذها معك، ولكن تسمح لي بعد هذا الفاصل. مشاهدين كرام، فاصل قصير بعد أكمل إن شاء الله. من جديد حياكم الله مشاهدين الكرام، كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم. في الجزء الأول أخذنا مقدمة عامة عن المنتصف من رمضان، فكان المثل الجميل اللي أنا بصراحة أعجبت فيه من أبو عبد الله لما قال أغلق فكيك واطلق يديك. دكتور عبد الله أكد على أهمية الصدقات في رمضان، ويجب أنك تحاول كثر ما تقدر أنك تجتهد في هذا 15 الأخيرة من رمضان. الآن
تقبل الله طاعتك ابو صالح، حياك الله بالخير من جديد. الله يحييك يا دكتور، ومنا ومنك صالح الاعمال. امين. لا شك بان هناك عبادات اخرى ودنا نتكلم عنها بما اننا الان وصلنا في النصف من رمضان. طبعا في البداية الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. طبعا أذكر نفسي وأهلي وإخواني المشاهدين والمشاهدات الكرام أن يعني الأيام القادمة راح يعني يقدمون على أيام، يعني هذه الأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام كما يعني أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها كان يعني يشد المأزر، يشد المأزر ويوقظ أهله ويحيي ليلة نعم. يعني ويعني كان يعني يتحرى هذه الليلة نعم. يعني يعني إحنا مقبلين على ليالي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان صحيح. النبي يعني ينتظر هذه الليلة، مو بس نعم. النبي حتى الصحابة ليومنا هذا نعم. ينتظرون نعم. هذه الليلة العظيمة نعم. وطبعا الليلة هذه لها بعض العلامات ولها بعض الفضائل نعم. طبعا كما اخبر الله سبحانه في كتابه ان هذه الليله انزلت فيه القران، ان انزلناه في ليله القدر بعدين الله يقول لك وما ادراك ما ليله القدر، يعني ليله القدر خير من 1000 شهر، مو 1000 شهر ابو عبد الله، خير من 1000، خير يعني من 1000، اكثر من 1000 شهر، وسنه الله غير سنواتنا نعم. ويوم الله غير ايامنا، وهذه الليله نعم. تنزل الملائكه والروح فيها، يعني تنزل الملائكه بهذه الليله يعني من كثر الرحمات نعم. كذلك في ختام الايه سلام بأمر ربهم مامورين من الله عز وجل هؤلاء الملائكه، قيل يعني ينزلون باغدار نعم. سنة نعم. كاملة راح نعم. بهذه الليلة نعم. وكذلك سلام هي حتى مطلع الفجر هذه الليلة سلام لها طبعا علامات دكتور كل من يعني كل سنة الناس في بعض يعني الأخوة يصور كل يوم يقول لك هذه ليلة 21 وليلة مثلا 3، فالناس يعني تنطر هذه الليلة. اختلف حتى في الصحابة نعم. إلا أن عبد الله بن عباس تعقيبا أبو صالح نعم. حبر الأمة عبد الله بن عباس أقسم إنها ليلة 27 نعم. أقسم عليها نعم. ولكن بعض أهل العلم ذهب إلى أنها أقسم على تلك الليلة التي حضرها هو نعم. وليست جميع الأيام نعم. زين؟ نعم. لذلك الله عز وجل جعلها تتنقل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تتنقل في العشر الأواخر في الأيام الوترية، ولكن الحبيب المصطفى أشار إلى أنها وترية نعم. وهذا يعني هذه النصيحة أنصح نعم. فيها نفسي وإخواني أن الأفضل أنك تصلي جميع الليالي نعم بإذن الله أنت راح تدرك هذه الليلة عشان نعم. أنت لا مثلا تقوم ليلة نعم. وتالي يقول لك والله كأنها اليوم أنت العشر ليالي هذه بلا شك إن قمتهم أدركت هذه الليلة نعم. علامات هذه الليلة يعني بعض أهل العلم قالوا أن علاماتها تكون هذه الليلة يعني دافية، بعض العلامات يعني الإنسان يأنس فيها، يعني صبيحة هذه الليلة الشمس تطلع مثل قرص، يعني لما الإنسان يطالع ما تجهر العين، ما تكسر عيني، تصير مثل القرص الدامي، يعني أقدر أشوفها بعينك، عينك تشوفها كالقرص الدامي، بس أبو عبد الله ما في فائدة هذه العلامة فاتت خلصت راحت ما كذلك ممكن وهذه تحصل تكون امرأة صالحة أو رجل صالح يرى هذه الليلة نعم. مثل ما طبعا ما حدث يعني ممكن بصراحة أن تبين من بعد صلاة المغرب ممكن تبين هنا مثلا درجة هي 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 ظل هي تبقى في علم الغيب. شوف احنا كنا في المدينة، انا واحد من الناس اللي قعدت في المدينة 4 سنوات ونص، فعلمائنا في المدينة حفظهم الله، من توفاه الله رحمه الله ومن بقى منهم من العلماء، وكان الشيخ عبد الله ابن محمد الامين الشنقيطي ابن صاحب اضواء البيان الشيخ محمد الشنقيطي، هذا العلم ومفسر القرآن الشيخ عبد الله، يوم من الايام خرج الفجر في صبيحة 25 في ليلة من الليالي، وأذكرها كنا في المدينة بعد صلاة الفجر خرج وانتظر إلى أن يعني ارتفعت الشمس قليلا، فقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أظنها هي كما قال هذا في الوقت في الوقت هذا، فخرجت الشمس أيوة نراها في ليلتها، كانت نسمة هواء باردة بالليل، وكان أيامها صيف أيام القيظ الحر، وترى حر المدينة قوي جدا،
والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر في الحديث من صبر على حرها ولأوائها، وذكر يعني أشياء كثيرة عن المدينة. هذه الليلة إحنا في الليل كانت باردة جميلة ولا استشعرنا بالحر، وخرجنا برا الناس كانت تصلي في صحن الحرم. دكتور عبد الله اختلفت، والله ابو صالح فالناس غير. فلما خرج هذا اللي خلى اكثر المشايخ، وكان ايامها رحمه الله على الشيخ ابو بكر الجزائري كان موجود وكان يعني على الويلتشير رحمه الله، فحتى شيخ ابو بكر تاخر الى يعني كانهم كانوا ينتظرون كثير من المشايخ. لما خرجوا فكانوا يهللون. وفي ليله اخرى احنا كنا وين؟ كنا في الحرم المكي، وكانت ليلة 27، وهذه الليلة ما أنساها ما حييت. أولا كانت السماء صافية ترى النجوم، وبعد ما صلينا التهجد، وكان الشيخ عبد الرحمن الزيس الله يحفظه صلى فينا التهجد وأوتر، وأول ما رفع يديه إلى الدعاء وإذا بالسماء تنشق في المطر، إلى أن السجاد اللي كنا حاطينه قام يسبح في الماي، وجيوبنا اللي فيها الأغراض، واستمر المطر والبرق والبراد على في هذا اليوم إلى بعد صلاة الفجر في الحرم المكي. وكانت ليلة 27، ولما خرجت الشمس خرجت باردة، تراها يعني تحط عينك فيها، يعني دائما الشمس من خروجها في المشرق تأخذ 10 دقائق، أيوة. يعني قيد ارتفاع رمح، نعم، يعني مو مرتفع حيل، ارتفاع رمح، أيوة. اللي هي تحل فيها صلاة الضحى، أيوة. يعني بعدها تصلي الضحى، نعم. اللي هي قاسوها في الوقت، فكانت 10 دقائق أو دكتور 11 دقيقة، عدل في هذا القياس، أيوة. زين، 10 دقائق، فبعد 10 دقائق طالع الشمس ما تجر عينك، لا، وتستمر بعدها ب5 دقائق ما تجهر العين، سبحان الله، إلى أن ترتفع. فنسأل الله أن ندرك هذه الليلة بإذن الله، ومن يسمعنا ومن يشاهدنا إن شاء الله. وسامحني بصالح، كلام حلو، الله يسلمك. كذلك يعني هذا أمر مهم، ذكر كذلك أهلي وكل من يشاهدنا ويسمعنا. كذلك أمنا عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله، إذا أنا أدركت هذه الليلة ما أقول؟ يعني كل واحد مثلا يحط بباله أدعية كثيرة، نعم. طبعا كلنا لنا حاجات، ولكن هذا النبي أرشدها بهذا الدعاء، قال اللهم إنك قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. نعم. ما يمنع الإنسان يدعي بأدعية ثانية، ولكن هذا الدعاء النبي أرشده، يعني هذا الأفضل أو أحب الأدعية الموجودة في هذه الليلة. كذلك يعني الحديث أن النبي كان يشد يعني مأزرة، نعم، هذا أمر مهم ويوقظ أهله، نعم. يعني أنت رايح تصلي، إيش اللي يمنع يعني مثلا تتصل مثلا على والدتك، أم عيالك، بناتك، يعني تبين لهم فضل هذه الليالي، يعني على الأقل لو يصلون مثلا ركعتين بالبيت، أقل القليل قول لهم ادعوا بهالليلة، خاصة الليالي اللي تكون أوتار. يعني النبي وكان يوقظ أهله، يعني ما يخالف أنت رايح ممكن تكون بالمسجد والصف الأول وقاعد، هم لهم حق عليك، يعني اجتهاد في هذه العشر مو مثل اجتهاد في أي عشر أخرى. هذا دكتور يعني إذا الإنسان وفق لهذه الليلة، نعم. أهل العلم يقولون تعادل أكثر من 80 سنة 83 سنة بالضبط، أكثر إيه، نعم، 83 يعني سنة. هذه الليلة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يعني في أحاديث حرم، من حرم هذه الليلة فقد حرم، سبحان الله. حديث يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ارتقى المنبر، اي نعم، فضل ذلك الحديث على كثير من الحديث. يرتقي النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنبر، نعم. فيقول آمين. ثم يرتقي الثانية فيقول آمين، ثم يرتقي الثالثة فيقول آمين. فلما استوى على المنبر والتف إلى الصحابة سأله الصحابة، وقيل أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال أو تسألون عما أمنت، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا بلى يا رسول الله، قال أتاني آنفا جبريل، أتاني جبريل عليه السلام وقال يا محمد رغم أنف من أدرك والديه ولم يغفر له. أنا أبي كل واحد ينتبه الحين قاعد يطالع التلفزيون، من أدرك والديه أو إلا واحد منهم وما انغفر له رغم أنفه، يعني ما راح يشم ريحة الجنة من بعد 70 سنة، تمام. وفي الثانية رغم أنف من أدرك رمضان
ولم يغفر له. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى ركيزة بأن بر الوالدين أولا وصيام رمضان ثانيا ورغم أنف من إذا ذكرت عنده يا محمد ولم يصلي عليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. الخطورة تشن أبو عبد الله؟ نعم الخطورة اللي يدعو يعني جبريل واللي أمن محمد صلى الله النبي عليه يعني وسلم. هذا هذا يعني تخيل جبريل اي يعني جبريل هو اللي يدعو واللي امن النبي يعني صلى اذا صلى الانسان صلى ما تداركته يعني رحمه الله ورحمه الله يعني واسعة. ولكن هذا امر خطير ان الانسان يفوت على نفسه. انا بدخل على محور اخر وجديد وهو الفتور وشون نقدر نعالج هذا الفتور. اكيد في من المشاهدين يعني الدكتور عبد الله يحوش نوع من الياس عفوا الياس الكسل الاحباط لو نبي نعالج هذا الفتور. نعم طبعا قبل ما اجاوب على هالسؤال انا لفت نظري امرين يعني ذكر الشيخ عبد الله وكذلك الشيخ سليمان الشيخ حسين عفوا فيما يتعلق بموضوع ليله القدر. طبعا بعض الناس شو يسوي يعني يحرص على انه يعرف علامات ليله القدر. زين اذا عرفت انه فعلا هذه ليله القدر زين بقيه الليالي تقعد كذي ما يصير. لازم اجتهد والنبي صلى الله عليه وسلم ليس يقينا دكتور عبد الله. نعم ليس يقينا من الشيخ حسين وكذلك الليله اللي اكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ان الله راح يعتق فيها رقاب كثيره من النار اللي هي ليله 29 وهالليله يغفل عنها كثير من الناس. هذا الامر الاول. الامر الثاني الدعاء اللي ذكره الشيخ عبد الله اللي هو اللي ارشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قال اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الدعاء جامع مانع. هذا الدعاء جامع مانع. فاذا الله سبحانه وتعالى عفى عنك فراح يعطيك من العطاء اللي تتمناه واللي ما تتمناه واللي ما يعني يا على بالك. فنحرص يعني اخوان المشاهدين واخواتي المشاهدات اذا الله مكننا من ليالي الاوتار ان نحرص على الاكثر من هذا الدعاء لان هذا الدعاء لان ارشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وارشد منه احب النساء اليه وهي ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها اللي اخبر ان هي احب اليه من الناس كما هو يعني الحديث فضل عائشه على سائر النساء كفضل الثري على سائر الناس. فدام ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر المؤمنين عائشه فمعناته هذا خير ما بعد خير. اما بالنسبه لسؤالك ان احيانا بعض الناس يحوشهم فتور هذه طبيعه بني ادم يعني ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان لكل انسان شرى ولكل شرى فتره فمن كانت فترته الى سنتي فهو على خير. يعني الفتور حايش الناس حايش الناس هذا الامر طبيعي. يعني دكتور هذا الامر طبيعي هذا الامر طبيعي جدا في رمضان وغير رمضان في اثناء الصحابه مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على العبادات يعني مستحيل تلقى الواحد طول عمره يعني طاعته 100% لا لابد انه يحوشه فتور وخصوصا احنا في هذا الزمان لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه لا ياتي زمان الا والذي بعده اشر من حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. فكل ما يتقدم الزمان ترى يعني دين الناس او مثلا حرص الناس على الدين مو مثل الفتن وتكثر مع كثرة الفتن وكثرة الملهيات والحين بعد يعني خاصة في طريقة العلاج زين دكتور طريقة العلاج أولا استعذ بالله من الشيطان الرجيم لأن اللي فترك عن الطاعة ثلاث أشياء اللي هو النفس والهوى والشيطان هالثلاثي الخطير النفس والهوى والشيطان هم اللي يفترونك عن الطاعة. فتستعذ بالله من الشيطان الرجيم والنفس والهوى تهوس عليهم لأن الله سبحانه وتعالى قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلابد أن يعني هالنفس هذه والهوى تلجمهم بلجام الطاعة. فنحر يعني لأن مثل الحين طاف نص الشهر وما بقي إلا نص الشهر والله سبحانه وتعالى أخبر عن رمضان أنه هو أيام معدودات. يعني في بداية الشهر نقول مبارك عليكم الشهر تشيك بوك إلا شنو تقبل طاعتك عيدك مبارك فشنو فنحرص غاية الحرص أنه يعني
أول شيء نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونحرص على الطاعات، لأن بعدها راح يحوشك فتور بعد رمضان. يعني اللي الله يوفقه للطاعات ما بعد رمضان فهو خير على خير، لكن أحيانا بعضهم يرجع إلى طاعاته العادية. فنحرص في هذه الليالي أن فيها خير، ومثل ما أخبر الشيخ عبد الله أن الليالي العشر فيها ليلة خير من ألف شهر، فمن حرم خيرها فقد حرم، مثل ما قال أبو عبد الله وفق الله لكل خير. نعم. فنحرص لما احنا نعرف ان فيها فضائل وفيها امور والعبادة فيها خير من الف شهر وتتنزل فيها الملائكة، فهذا تشجيع من رب العالمين على ان المسلم يشد حيله كثر ما يقدر، وان شاء الله الخير والاجر يا الى من رب العالمين. عبد الله ايضا على موضوع الفتور في رمضان، الله يجزاه خير الدكتور مساعد، اعطانا دكتور اعطانا ثلاث خطوط عريضة رئيسية. لو نبي ندخل أيضاً النفس أخرى. النفس هي ترويض الجوارح. نعم. لأن أنت وين تغلط؟ يا لسانك يا عينك يا إذنك. نعم. يا إيدك يا ريولك. صح. مو عدل هذه الجوارح، مو عدل دكتور، عدل عدل هذول. يا هذول يقودونك إلى تهلك هلاك، يا هذا يقطك يوديك ورا الشمس، احنا نقولها عدل عدل بصالح. يا أما أدياتك هذه تسوي شيء حرام. لا عدل لا لا لا. يا إذنك تسمع شيء حرام، يا عيونك ترى شيء حرام. وهذا الآن يحاربون المسلمين به. لماذا؟ الحين أنت دش دور لك آية من القرآن ولا حديث، تبي تطالع تشوف بعض المواقع الإسلامية، تلقى بين هالمواقع صح يطلع فاصل يطلع لك صور ماجنة وحركات غير أخلاقية لا يرضاها، ما يرضاها جميع البشر، يطلعونها لك. لماذا؟ علشان عينك هذه تزني. واحد يقول لي أنا عيني تزني، أقول له إيه عينك تزني، إذا مشيت في السوق وشفت جسد عارية، كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسنا كأسنام البخت المائلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد زنت عينك. لذلك أنا أقول احرص في هالأيام في لجم الجوارح. إيش لجم الجوارح؟ لا تكون كثير في السوق، لا تروح إلى الجمعيات 24 ساعة، امسك مصلاك في بيتك، امسك قرآنك في بيتك، لا تجعلوا بيوتكم قبور، اذكر الله فيها. يا أخي زوجتك وبناتك إذا استطعت أن تجعلهم يقيمون الليل في بيتك وأنت أقمت معهم، فأنا أقولها وأنا مسؤول عن كلامي، فذلك خير لك ولأهل بيتك إن استطعت. وإن لم تستطع فوجودك في المسجد مع أهل بيتك عند هؤلاء القراء اللي الله سبحانه وتعالى من علينا في الكويت، في هذه المساجد الطيبة المعطرة المبخرة اللي كل وسائل الراحة فيها، وتأتي وحطوا لك أوقات الصلاة، الله يجزاهم خير وزارة الأوقاف جعلوا أوقات الصلاة في المساجد تختلف من مسجد لمسجد، وجعلوا من يخفف وجعلوا من يطيل. بعض الناس يعني تريد الإطالة في الصلاة، وبعض الناس تريد التخفيف، لأن في منهم المريض، ولكن تلقى كل منطقة حتى القطع في المناطق تجد مسجد يطول دكتور عبد الله، صح صح، ومسجد يقصر يا ابو صالح، ومسجد بين البينين بين. طيب فاحنا الحين مثل ما اشار الدكتور النفس الجام الجوارح. طيب الثانيه وسوسه الشيطان، كيف استطيع ان اغلب وسوسه الشيطان؟ الشيطان يمشي من ابن ادم كما مشى الدم من العروق. طيب انا شلون امشي داخل دمي ما هو يطرد ذلك الشيطان؟ هو ذكر الله والتسبيح والتهليل والصلاة على محمد وعلى آل محمد. دائما اجعل لسانك رطب في ذكر الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أخي ما نقول لك إياها بالتدريج ولا نقول لك إياها سويها لك بيت شعر، لا لا، أنا قاعد أقول لك الصيني في الصين المسلم كيف يناجي ربه؟ يناجي باللهجة الصينية. الهندي بالهند كيف يناجي ربه؟ يناجي بلهجته، ما يعرفون عربي زين، لكنهم مسلمين ويعلمون كيف يقرؤون القرآن. وأنا حصلت يعني كثير من الناس في المدينة المنورة وفي مكة أعاجم لا يستطيع إلا قراءة القرآن، وإذا تلا القرآن كأنه عربي من ابن عربي ابن عربي، ولكنه إذا تكلم لا يعرف من العربية شيء، ولكن يناجي ربه بالقرآن. من استطاع أن يناجي ربه وكلام الله عز وجل القرآن زين. طيب أنا ما أعرف أدعي. يا أخي أنت لما تبي تروح حق الطبيب
وتسأل الطبيب تقول له أنا ريولي تعورني، ظهري يعورني، معدتي مهي زينة، قلبي فيه كذي، أحس بعوار الصوب ولا الصوب. يا أخي ناجي ربك بهذا، يا ربي ترى أنا ضعيف، يا ربي أسألك العافية، يا ربي ارشدني للصواب، يا رب يا أخي تكلم بالعامية، يا ربي الله يخليك. يا ربي واحد يقول ذاك اليوم اسمع يقول يا ربي الله، قلت له ربي سبحانه وتعالى ما محتاج تقول الله يخليك، ربي موجود يا حبيبي. بعض الاحيان الناس من بالفطره هل يعاقب هذا؟ لا 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 يعاقب، لانه على فطرته، انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، ولكن تنبه عليه وتقول له ترى اتجه الى الدعاء المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما اسهل انك تقرا ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه من بعد ذلك. نعم. اذا الان مشاهدينا الكرام راح نتكلم عن محور جدا جميل ومهم، وراح يكون عندك ان شاء الله ابو صالح، وهو الاسره والابناء، ان شلون يعني يساعدون بعض لاغامه واحياء. هذا ملعب الدكتور ملعب ابو صالح، هذا ابو صالح، اي هذا ابو صالح ملعب هذا صالح. ابشر. اذا مشاهدين كرام فاصل قصير وبعدها نكمل ان شاء الله. من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم. ابو صالح احنا وقفنا عند محور جدا مهم واللي راح نناقشه ان شاء الله الان، اللي هو الاسره والابناء، شلون نقدر نساعد بعض على قيام الليل. طبعا دكتور من الامور المهمه ان الانسان كثير من الناس فيها خير تلقى ما شاء الله دائما حريص على، ولكن لا تنسى اهلك، يعني لا تنسى مثلا ام عيالك، لا تنسى بناتك ابنائك، يعني لابد ان يكون لهم نصيب من الخير اللي انت صح. اللي انت فيه، يعني تذكرهم مثلا، يعني خاصه الليالي العشر هذه فضلها، تذكرهم كذلك بفضل الصيام. في نقطه ذكرها اخونا الغالب وعبد الله وكذلك الدكتور عبد الله، الله يبارك فيك. اخطر شيء دكتور اللي يعني ياخر الناس التلفونات، يعني هذا يعني امر مهم طبعا. نعم. تلقى سبحان الله يقول ها خلي اشوف كمثال التلفون، خلي اشوف رساله، سبحان الله يدخل ساعتين ثلاث يضيع على الوقت من غير فائده، والسبب الجهاز هذا. ساعتين ثلاث يقرا في خمس ست اجزاء بتمعن، يعني لان التلفون هذا، يعني انصح نفسي واهلي واخواني واخوات. نعم. المشاهدين الكرام، التلفون هذا انا اعرف كثير من الناس قبل لا يدخل رمضان قال يا جماعة استودعكم الله، لا تضيع ودائع، سكرك ما في شي اسمه تواصل فعلا هذا. نعم. يعني احنا ما نقول لك اقطع الناس، ولكن انه يبي يحفظ رمضان، يعني هذا رمضان اذا انت ما ختمت فيه رمضان، اذا انت مثلا ما استفادوا ابنائك، يعني واحد قبل كم يوم مع اهله ابنائه صغار بالسيارة بناته بالابتدائي، فقالت له يبا اكو، هي تضحك بنته طبعا، قال صيام العصافير، قال شنو صيام العصافير هذا؟ قالت له يعني احنا نشرب ماي ونكمل، يعني هي بنته يعني صغيره طفله، فقاعد يقول لها لا يبا ما تشربين ماي، من قايل لها؟ عن طريق صديقاتها، يعني هي بالابتدائي. نعم. فكثير من الناس خاصه بناتك او عيالك الصغار عودهم مثلا ما تقدر مثلا للحين ما مو مكلفه مثلا لنص النهار، تعودها يعني خاصه تعودها على الصيام. كذلك تحرص على وقتهم، يعني لا يدخل عليهم شيء يخرب عليهم يعني هذا الجو، يعني رمضان يعني كثير من الناس حتى لا اطيل اخذ وقتكم تلقى يدخل عليه رمضان وهو اصلا هو عايش رمضان قبل رمضان. نعم. والسبب شنو؟ والسبب سبحان الله كثره الطاعات. ما برمضان ترى ما فرق معاه كثير من اخواني واخواتي الصالحات، اصلا رمضان هذا هو عايشه قبل لا ياتي رمضان، ولكن هو طول السنه في رمضان، يعتبر رمضان هذا لا صوم ثلاث البيض صوم خميس والاثنين، حتى لو ما كان صيام، لو ما كان صيام يعتبر هذا ياخذ فضله. نعم. وياخذ المميزات الاجر اللي فيه، تلقى دائما يتلو كتاب الله، وهذا كثير من حال اخواننا واخواتنا الفاضلات واصل لارحامه، سبحان الله تلقى أصلا حياتها كلها ممتاز رمضان وكلها خير. الآن إحنا وصلنا في الختام. نعم. سؤال بس سريع لأبو سعد بخصوص قراءة القرآن، يمكن في بعض الأخوة صدق لما يكون ماسك التلفون، شو نقدر يعني قراءة القرآن عن طريق التلفون؟ هل لابد أن يكون مثلا متوبي؟ هل لازم أيضا قراءة القرآن من القرآن نفسه؟ شنو هي الشروط؟ وإذا فيها مثلا يعني
نصائح بعدي والله دكتور بشكل سريع لأن بعد شوي راح ننتقل كل واحد له كلمات. طبعا بالنسبة لقراءة القرآن يعني الله سبحانه وتعالى قال لا يمسه إلا المطهرون، هذا طبعا بالنسبة للمصحف، بالنسبة للمصحف الواحد ما يمسه إلا يكون على طهارة من الجلد إلى الجلد، من يعني الجلد مو الأحرف وال... نعم من الجلد إلى لا الورقة الأحرف دير يعني هذا إنه يحرص إنه يكون على طهارة. لكن بالنسبة للتليفونات يعني إذا كان يبي يقرأ على يعني من خلال التليفون هذا ما يشترط فيه الطهارة الصغرى، ما يشترط فيه الطهارة الصغرى. أما إذا كان يعني الأجر نفس الأجر طبعًا الأجر نفس الأجر، لكن أحيانًا مثلًا اللي يكون أو هذه يعني لازم أنبه عليها إخوان المشاهدين أخوات المشاهدات، إذا كان في حدث أكبر يعني مثلًا بالنسبة للذكور الجنابة ما يجوز لقراءة القرآن وهو جنب، فيغتسل بعد ذلك يقرأ القرآن. أما بالنسبة للنساء لأن النساء يعني ممكن إذا أتتها العادة سواء حيض أو نفاق فيأخذ معها يعني أيام على حسب عادة النساء 7 أيام 8 أيام، فهذا يعني كما ذكر شيخ الإسلام تيمية أن تقرأ القرآن خشية النسيان، يعني معقولة أن 5 أيام 7 أيام ما تقرأ القرآن فطبيعي راح تنسى يعني آيات هذا الكتاب العزيز القرآن الكريم، فرخص لهم بالنسبة للنساء على أن تجعل عازل على أن تجعل عازل يعني تلبس وتقرأ القرآن الآن وصلنا في الختام راح أبدأ معك بصالح كختام وكلمة أخيرة. كلمة أخيرة يعني الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذا شهر القرآن، فمن الآن يعني اللي فات فات، ابدأ من الحين نص الشهر يعني استعين يعني على نفسك بقراءة القرآن تدارك ممتاز تدارك أمرك تدارك ما بقي نعم ما بقي وابشر بالخير. شكرا لك بصالح. أبو عبد الله ودي الكلمة الأخيرة تكون للأسرة، المحور اللي ما أعطيناه بصراحة وقت لأن أخذنا الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام هو خير من نهتدي به بعد كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان هينا لينا مع كل المواضيع في حياته إلا أن تنتهك حدود الله فيغضب لها، فأنت لا تي حق عيالك، وإحنا في هذا الزمان على قولتهم بالعصا والخيزران، أتيهم بالكلمة الطيبة بالمزحة بالسماحة بالابتسامة البريئة، ابتسامة صادقة بينك وبين أولادك وبينك وبين بناتك، والله ستجدهم يطيعونك وهم يحبون. لا تجبروا أولادكم، يعني قال اضربوهم لعشر، ترى مو هو الضرب المبرح، هو ضرب التأديب بالسواك، بالسواك حتى يؤدب. كذلك حتى المرأة لما ورد في القرآن ضرب المرأة ضربها بالسواك، مو حطها ودبغها قطعها على قولتهم. فدائما أقول أنا كن هين لينا مع عيالك، طبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، افتح الكتب مالت السيرة، المكاتب متروسة عندنا بالكويت، كتب السيرة جميلة لو كل يوم تقرأ لك ورقة واحدة وتطبقها في حياتك من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ستجد أنك عايش في جنة على الأرض. ما قصرت الله يحفظك يا رب. الختام عندك مساعد. نعم إن كان من ختام أو نصيحة فهذه أنصح بها نفسي وإخوان المشاهدين والأخوات المشاهدات أن أحسن فيما بقي، يعني طاف منك نص الشهر أحسن فيما بقي، فإذا أحسنت ما بقي يغفر لك ما قد مضى، والإحسان يكون بكثرة قراءة القرآن وطبعا بالتمعن والتدبر، ويعني بالتمعن والتدبر كذلك الحرص على الصلوات الخمس أول شيء ثم التراويح والقيام، وكذلك الحرص على الطاعات بجميعها. شكرا لكم ما قصرتوا على هذا الحضور، وشكرا الله. أيضا موصول للسادة المشاهدين، أسأل الله عظيم أن يحفظ بلدنا من كل مكروه اللهم ويديم علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم آمين.